اي جهاز بي ال سي هيكون فيه السي بي يو اللي هو مخ البي ال سي، اللي هو هيبقى عارف حبه معلومات هيمشي عليهم، زائد ان هو بيروح يقرا البرنامج اللي موجود على الميموري اللي هي بيكون نوعها رام. ومفيش مانع ان انا ممكن اعدل لو انا خايف على البرنامج قوي لدرجه ان انا صرفت عليه اكتر من ثمن البي ال سي، ساعتها بطلب من الشركه ان انا انقل البرنامج على ميموري ابروم او اي ابروم اللي هي من مشتقات الروم يعني. ثالث حاجه موجوده في اي جهاز بي ال سي بتكون الموديول بتاع الانبوت والموديول بتاع الاوتبوت. جهاز البي ال سي في بس حبه فروقات ما بين موديل والتاني. خلينا نشرح ان جنرال وبعد كده هقول لك في ماركات عملت ايه. الطبيعي بتاع اي جهاز بي ال سي لازم يكون فيه انبوت واوت، ده اساسي. بعد كده انا احتجت انبوت زياده، احتجت اوتبوت زياده، هنعرف ان في حاجه اسمها اكستنشن موديول، انا ازود موديول اضافي، موديول انبوت بس، موديول اوتبوت بس، موديول انبوت واوتبوت مع بعض، هيكون حسب الابلكيشن اللي انا بعمله. الموديول الانبوت بيكون الاختصار بتاعه او بنرمز له دايما بحرف الاي، حتى البي ال سي برضه لما اجي اتعامل معاه بيسميه اي. موديول الاوتبوت بيرمز له دايما بحرف الكيو. ده الفرق ما بين الانبوت والاوت. البيزك بتاع اي عمليه في البي ال سي ان انا عندي سنترال بروسيسنج يونت اللي هو مخ البي ال سي، برمجت عن طريق بروجرامنج ديفايس اللي هو الكمبيوتر او اللابتوب مثلا، في كونديشن معينه اللي هي الانبوت، اتحققت الكونديشن حسب الاوبريشن بتاعتي او البرنامج بتاعي يبقى هيروح ينفذ الاوت. لو لقيت فلان قاعد على القهوه سلم عليه، البرنامج بقول له هتسلم عليه بس لو قاعد، الكونديشن ان هو هيكون قاعد، الاوتبوت انك تعمل ايه؟ تسلم عليه. طيب في نقطة تانية كده سريعة وبعد كده نرجع نوضح نكمل تاني من أول السلايد اللي وقفنا عندها. البي ال سي يفرق معاه الترتيب قوي. ودي يمكن المشكلة اللي هتقابل كتير مننا ودي اللي هتضايقهم، إن موضوع الترتيب بالنسبة لهم هيكون حاجة يعني غلسة. بس الترتيب فعلا ميزة، يعني معلش خدوها كده بطريقة بره البي ال سي وهنرجع تاني نتكلم عن البي ال سي. مثلا أنا هكلم مع حضرتك إن لو القلم دوت موجود فوق إيديا أنا هسلم على باشمهندس حمادة؟ طيب هسلم على باشمهندس حمادة. طيب أنا البي ال سي أنا هقرا، أنا البي ال سي اللي هيقرا البرنامج. معلش حضرتك البرنامج اللي هيتقري، البي ال سي يعرف إن باشمهندس حمادة قاعد في المكان دوت ولا هو هيروح يدور عليه؟ هيروح يدور عليه، فيبدأ من أول إيه؟ أول حاجة في البرنامج اللي هو أول نتورك. حضرتك باشمهندس حمادة؟ لا مش هسلم، لا مش هسلم، أه يروح عامل إيه؟ يسلم، يخلص ويرجع يعمل إيه تاني؟ ها؟ لا، لأن ممكن يكون الكونديشن جرى له إيه؟ اتلغى، مش المفتاح ممكن يكون فتح. عشان كده أساسي في البي ال سي حاجة اسمها البي أي أي، البروسيس إيمج أوف إنبوت، صورة الإنبوت إيه. عشان كده هو بالظبط اعتبر البي ال سي حد مديله كاميرا ديجيتال هدية، بيروح يعمل إيه؟ يجي عند الإنبوت يروح لقط صورة، ويروح مطلع الصورة ويمشي بيها. يفضل ماشي يقول انا معايا حاله الانبوت المفتاح الاولاني مقفول والثاني مفتوح والخامس مقفول، حضرتك ليك علاقه بالكلام ده؟ لا يبقى مش هنعمل حاجه، ليك علاقه؟ لا، اه ليه علاقه ان لو ده مقفول نسلم، يروح مسلم. يرجع ثاني يقول عامل ايه؟ يقطع الصوره ويلقط صوره غيرها، لان ممكن يكون بالصدفه، مع ان انا عارف الكلام ده صعب، البي ال سي اسرع مني بكتير، بس ايه المشكله؟ مش الصدفه ممكن تحصل ان ممكن يكون حد بالصدفه والبي ال سي بيقرا يكون هو غير حاله المفتاح؟ هتحصل، انا مش عارف اعملها قصد بس هتحصل بالصدفه. تمام؟ لان البي ال سي يقدر يقرا البرنامج 3000 مره في الثانيه. البي ال سي بيقرا البرنامج 3000 مره في الثانيه. ودي ميزه مش عيب، كون ان هو اسرع مني دي ميزه، لو كنت انا اسرع من البي ال سي كانت تبقى كارثه. معناها ايه؟ معناها انا ممكن ادي له اشاره وارجعها يكون هو ما لحقش يشوفها. لكن مليون الميه اي حاجه انا هبعتها له هيقراها، البي ال سي كفاءه انه يقرا اي تغيير يحصل في خلال واحد على 3000 جزء من الثانيه. صح؟ لان هو بيقرا البرنامج مره واحده، البرنامج 3000 مره في الثانيه. يبقى المره واحده بيقراها في قد ايه؟ 1 على 3000 جزء من الثانيه، صح؟ تمام. فالكونديشن بتاعه موجود، لقط صوره، مش على برنامج، لان ممكن يكون في كذا واحد اسمه باشمهندس حماده، ما هو ما يعرفش ان هو قاعد هنا، يمكن يلاقي غيره هيسلم برضه. الا لو انا كنت قلت له باشمهندس حماده الاولاني، انا ما حددتش حاجه، انا قلت باشمهندس حماده. لو في مليون واحد بالاسم ده هيسلم عليهم كلهم. تمام؟ الحاجه الثانيه مثلا، فنفترض البرنامج بيقول لو الكونديشن موجود اللي هو القلم موجود على ايدي، هسلم على باشمهندس حماده واتخانق مع باشمهندس حسام، هتخانق على باشمهندس حسام. انا هو رايح يتخانق الاول، هو يعرف ان هتخانق؟ لا، لان الكونديشن بيقول له لما تسلم هتتخانق، ما سلمش مش هيتخانق. فيروح يلقط البي اي اي، صوره الانبوت، يسلم. في حاجه ثانيه اسمها البي اي كيو. ليه؟ مش اما سلم على باشمهندس حماده ده يعتبر اوتبوت، صح؟ بس يعتبر انبوت لعمليه ايه؟ الخناق، صح؟ عشان كده اي اوتبوت لازم يحصل لازم برضه يعمل ايه؟ يسجله. في حاجه اسمها البي اي كيو، بروسيس ايمج اوف اوتبوت، سجل صوره كده للاوتبوت. يعني ايه؟ هو لقط في صوره الانبوت ان القلم موجود، فراح مسلم. اول ما سلم ده يعتبر ايه؟ اوتبوت. يروح اوتبوت هو انبوت لعمليه ثانيه، اوتبوت يروح مسجل عنده ان هو ايه؟
سلم ليه؟ لان هو شغال هيقابل واحد في النتوركه اللي بعديها بيقول له ايه؟ بيقول له لو كنت سلمت على باشمهندس حماد دلوقتي جه عند الخناق. تمام؟ لو فهمتني بقى جاوب على السؤال دوت. باشمهندس سوري معلش حسام جه قعد هنا. جه قعد هنا. هو شاف الانبوت، شاف باشمهندس حسام متخانق ولا لا؟ لان هو ما يعرفش اساسا لسه هو لسه ايه؟ الكونديشن بتاعه مش الانبوت. بعد ما يسلم على باشمهندس حماده يرجع يعمل ايه؟ خان. هي دي الفكره. البي ال سي ماشي بترتيب. يعني عشان تعالى بقى نرجع بقى للبي ال سي، في برنامج هيترسم كده يطلع غلط. اقول لك عايزين نحل مشكله كتير جدا، هيقول لك ايه؟ حط نقطه توازي، طب شيل دي، طب حط دي. لا، ممكن يكون الحل ان انا اعمل ايه؟ ابدل بس ترتيب البرنامج. وهنعمل برامج، هنعمل برامج كده تشتغل صح، كده تشتغل غلط. او كده يشتغل طبيعي، كده يعمل قفله. فالترتيب مهم. انا ما قلتش زي ما الترتيب بيصلح، ممكن الترتيب يبوظ البرنامج. اوكي. تعالى نخرج بره كده للكنترول شويه، وهخليك تقتنع جدا بالكلام اللي قلته دلوقتي. انا مش هرسم ستار دلتا بالكامل، بس فكره ستار دلتا فاكرينها ولا لا؟ طيب انا عارف البرنامج طبعا فيه انترلوك اكيد كل حاجه، بس كمبدا كده بيشتغل المين، بيشتغل مع الستار، بعد زمن التايمر هيفصل هنا ويعمل ايه هنا؟ شغل هنا. الكلام ده بالكنترول صح ولا غلط؟ في انترلوك طبعا اكيد، وفي ستارت، وفي تعويض، وكل حاجه. ها انتوا خدتوا كورس مع باشمهندس البير فني ورشه اللي تحت هنا صح؟ ها. البرنامج ده صح، بس في الورشه دي، في الورشه دي ليه؟ هو الطبيعي بتاع اي ميكانيزم ككونتاكتور او كليمت سويتش، النقطه الكلوز تفتح الاول ولا الاوبن تقفل الاول؟ يعني مثلا ادي دي الحركه الميكانيكيه بتاعته، اتفضل. وصلت كهرباء، ولد مجال مغناطيسي، اللي هو الحديد هيشدها، المفروض في زوسته هنا طبعا. راح سحب دي ففتح الاوبي الكلوز، وبعد كده قفل ايه؟ الاوبي. يعني دايما الحركه الميكانيكيه بيفتح وبعد كده يقفل، مش هينفع يكون العكس. اوكي. الا بقى لو حاجه يعني فابريكيتد بطريقه معينه يعني. طيب. حاجه بالشكل دوت. الطبيعي بتاع التايمر لما يشتغل ويعد الزمن بتاعه، اول حاجه يعملها يفتح الاول ولا يقفل الاول؟ يفتح صح. لو الكونتاكتور ده حالته تعبانه، يعني كبير في السن من الاخر، مش لاحق يقفل هنا، ايه اللي حصل؟ لما ده فتح ادى امر للتايمر انه يعمل ايه؟ يفصل. لو التايمر حالته تعبانه والكونتاكتور حالته تعبانه، ممكن قبل ما يكون لحق يلقط هنا يكون التايمر جرى له ايه؟ تاني معلش معلش لو سمحت خلي الموبايل سايلنت. تاني اشتغل الستار، اشتغل الستار، اشتغل مع التايمر، المفروض ان بعد زمن هيفصل هنا ويشغل هنا، مش هيشغل وبعد كده يفصل، مليون المية هيفصل وبعد كده يشغل. انا خايف ان التمرين دوت لو الكونتاكتور حالته تعبانه، ان عقبال ما يفتح هنا وقبل ما يكون قفل هنا يكون التايمر نفسه جرى له ايه؟ فصل، فما يلحقش يشتغل. يعني هنعمل كده مثلا. اوكي ماشي، ما عنديش مشكله، انا ما قلتش ان ده اللي هنعمله هنطبقه، انا بس عايز اناقش فكره عشان اثبت لك ان الترتيب يفرق. حاجه زي كده مش البرنامج ممكن يشتغل وممكن لا، ممكن يلحق وممكن لا. ها تاني، مش هو ممكن يفصل بسرعه قبل ما يلقط هنا فتلاقي ان هو فصل الاستار وما لحقش يشغل الدلتا؟ ها كبي ال سي مفيش حاجه اسمها ممكن. يعني ما ينفعش اقول لحضرتك ده ممكن يلحق او ممكن ما يلحقش. تعال نقرا كبي ال سي، هو ده مش رسم البي ال سي خالص، بس تعال نقرا كبي ال سي. مش البي ال سي دي ترتيب 1 2 3؟ التمرين ده كده انا ما شرحتوش، بس عايزك كده تفكر معايا، مليون المية يشتغل على البي ال سي صح ولا مليون المية غلط؟ صح. ليه بقى؟ لان بدأ بده، يوم ما شاف التايمر والكونتاكت بتاعها اتغير، اول حاجه اتغيرت دي ولا دي؟ دي. يعني مليون المية عمل ايه في التايمر؟ يبقى رايح هناك قال له ايه؟ زي ما هو ما قفلش. يعني التمرين دوت على البي ال سي لا يمكن يشتغل، هتلاقيه بيعمل حاجه غريبه قوي، يشغل لك المين وشغل معاه الستار، بعد زمن يعمل ايه؟ يقعد يعمل فلاشنج للستار، لان مش لاحق يشغل ليه؟ ايه اللي حصل؟ فتح هنا صح؟ ففصل الستار. فعمل ايه في التايمر؟ فصل التايمر، رجع ده بقى ايه تاني؟ كلوز، فتلاقي الستار عمال يعمل فلاشنج. فيروح قايل لك ايه ده؟ البي ال سي بيهنج، البي ال سي واصل، مش مهنج، حضرتك كده عامل برنامج شغال بالطريقه دي؟ انا مش عارف الترتيب، انا بديك فكره عن الترتيب ده، لسه هياخد له حلقه لوحده ده يعني مخصوص. بس عايز اثبت لك حاجه، انا مش ضد الكنترول، بس الكنترول ما كانش ماشي بترتيب. الكنترول في سلكه في الكهرباء، اذا انا اسف، في كهرباء في السلكه، يبقى الكهرباء هتمشي.
لو لفيت بيها المعمل كله في اخر طلعت اللمبه هنا هو ملوش حاجه عندي. هو ليه ان الكهرباء مشت في السلكه وراحت للمبه نورتها؟ في البي ال سي الترتيب يفرق بجد، يفرق. يعني عملت برنامج كده غير ما تعمله كده. ده كبي ال سي لا يمكن الدلتا تشوف النور ابدا، عمرها ما هتشتغل، استحاله. خد جهاز بي ال سي وانت مروح هديه، لو بالطريقه دي الدلتا اشتغلت مش هيشتغل. الكنترول غصب عنه، هو كنترول يعني كنترول عشان ميكانيزم، فغصب عنه هيحصل كده. في البي ال سي مش حاجه اسمها الكلوز يفتح قبل الاوبن او الاوبن يقفل قبل الكلوز، هي الفكره كلها. ده في الكنترول كان غصب عنه ليه ترتيب. هنا في البي ال سي مرتبط بالايه؟ اللي يشوفه الاول. يعني عايزه يقفل الاول قبل ما يفتح حط له دي فين؟ هنا. عايزه يقفل الاول خلي دي الاول. تمام؟ واضحه ولا لا؟ انا ما شرحتش المبدا، انا بس بقول فكره عنه عشان ده اللي هنتكلم عنه بعدين. اتفضل. عشان كده حطينا انترلوك، بس عمليا مش هيشتغل ما دام في انترلوك مش هيشتغلوا مع بعض طبعا. لكن في البي ال سي مش هيبقى في الثواني مشتركه. في البي ال سي لحظه بس، ككنترول في انترلوك، ما دام في انترلوك ما فيش حتى ربع 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 ملي سكند مشترك ما بينهم. ما كانوش حاطين انترلوك. تمام؟ ما دام في انترلوك خلاص. في البي ال سي برضه كمبدا انا هحط ايه؟ انترلوك. يعني عارف اللي هو تعود عشان ابقى انام وانا مرتاح، يعني انام وانا مطمن احط انترلوك. مع ان لو انا فاهم الترتيب صح في حاجات مش محتاجه انترلوك، لان الترتيب بيقول له افصل وبعد كده شغل، يبقى كده كده انترلوك ايه؟ ملوش لازمه. بس كتعود نحط انترلوك لسبب معين بسيط جدا، انا في طبيعه شغلي بعمل كده. عشان يوم ما اشوف التمرين بسرعه كده القط ان هو تمرين ايه؟ موتور اتجاهين او ستار دلتا، القطه بس بسرعه. لكن في تمارين معينه هنتعمد اثناء الكورس ما نحطش انترلوك فيها وهتطلع صح. تمام؟ هقول حاجه بس مش ده الحل بتاع التمرين دوت، بس عشان اشوف انت فهمتني ولا لا. لو انا عايز اضمن ان مليون المية الدلتا تشتغل والستار تفصل مليون المية في البي ال سي اعمل ايه؟ هو مش ده حل التمرين ده، بس انا عايز اضمن ان الدلتا تشتغل والستار تفصل. هنا في الحالة دي لا، ما بينفعش. صح، لو نقلت دي هنا في النص ده كده ما بقاش ستار عشان يعمل قفلة. بس كفكرة مليون المية شغل المين ومليون المية شغل الستار. اول نقطة هشوفها للتايمر دي ولا دي؟ لو دي موجودة في الاول فيروح عامل ايه؟ يقفل، وبعد كده يقابل دي يروح عامل فيها ايه؟ يفصل. صحيح هو عمل قفله يعني، بس انا مش بتكلم على القفله، انا بتكلم على المبدا. فهمت قصدي ايه في الترتيب؟ اقنعتك ان الترتيب يفرق؟ اللي يثبت كده لما كان باشمهندس قاعد في الاول ما عرفش يتخانق معايا لان كان لسه ما ايه؟ ما شافش الكونديشن اللي جاي بعدين. عشان كده كل حاجه هتحصل كاوتبوت لازم تتخزن في البي اي كيو، في البروسيس ايمج اوف اوتبوت. ليه؟ مش الموتور اليمين الموتور اتجاهين لما بيمشي يمين بيمنع الشمال انه يشتغل؟ يبقى معناها ان البي ال سي اول ما يقرر ان يمين يشتغل يروح مخزن عنده في الميموري ان هو ايه؟ اشتغل، عشان لما يقابل الاتجاه الثاني يقول له ايه؟ اوعى تشتغل. حتى لو الراجل قاعد من امبارح بالليل فوق المفتاح عشان يعمل قفله مش هيعرف يعمل قفله، لان البي ال سي اول ما لقط ان اليمين يشتغل سجل عنده عشان لما يقابل الشمال يقول له ايه؟ ممنوع تشتغل. واعملها ودوس على الاثنين مع بعض، يعني نجربها في الكورس، دوس على الاثنين مع بعض وخلي حد يوصل كهربه المعمل، لا يمكن يعمل قفله، لان هو شاف واحد قبل الثاني صح؟ ما شافهمش مع بعض. عشان كده من اكبر الغلطات انك تلاقي حد رسم حاجتين في فرع واحد في نتورك واحد. الاولويه ما بينهم ضاعت، ما بقاش في اولويه، ما بقاش يشوف واحد قبل الثاني، لان هو بيقرا نتورك نتورك. عشان كده انا ما عنديش مانع انا كده ارسم برنامج مليون نتورك، اهم حاجه افرطه، لان يوم ما يكون في اولويه انا ضامن انه شاف دي قبل دي، دي قبل دي، دي قبل دي، فالبرنامج انا عارف هعرف اقراه. لو رسمت برنامج في نتورك واحده حتى لو اشتغل وقلت لي صح ولا غلط هقول لك ما اعرفش، انا مش عارف اقراه ازاي، لان هو قرا حته واحده على بعضيها. فانا ما اعرفش صح ولا غلط. تمام؟ حتى هم محفظينه من ضمن الغلطات اللي يعني اتفقنا ان البي ال سي بيقول لك بعد الاعطال. من ضمن الاعطال اللي هقول لك عليها لو جيت رسمت حاجتين في نتورك واحده يقول لك لا، يقول لك از تو كومبلكس تو كومبايل، يعني معقده جدا على ان انا افهمها. هي مش معقده ولا حاجه، هو عارف يفهمها، بس هو قال لك احتياط عشان خاطر ما تحصلش مشكله الاولويات. افرض ده كان موتور اتجاهين كله دخل في بعض، فبيقول لك ايه؟ لا لو سمحت ما تعملش الحركه دي عشان بس ما يبقاش في مشاكل بعدين في البي ال سي. اوكي؟ تمام؟ فنقطه الاولويات واضحه ولا لا؟ ترتيب واضح ولا لا؟ انا ما شرحتوش، انا قلت فكره عنه، ده لسه هناخده في كل التمارين. اوكي؟ يبقى زي ما اتفقنا مخ البي ال سي عنده برنامج معين، البرنامج ليه شروط مثلا معينه، مفتاح او انترلوك او ايا كانت. الكونديشن دي جت من بره اتحققت هيروح ينفذ الاوتبوت زي ما مطلوب منه، ما اتحققتش مش هينفذ الاوتبوت. نقطه ثانيه في البي ال سي عشان ما تتخضش، بس في الكنترول لو المفتاح مفتوح اللمبه تبقى منوره ولا مطفيه؟ مطفيه. اسمع، هو حتى السؤال اللي انا بقوله سؤال المفروض ما اقولوش، بس معلش استحملني. لو النقطه المفتاح مقفول يبقى اللمبه ايه؟ الكلام ده في الكنترول عشان كان معتمد على الكهرباء. ما هو ما تقوليش ان في كهرباء واللمبه مش منوره الا لو كانت محروقه يعني، وما تقوليش ان ما فيش كهرباء واللمبه منوره، مش هتحصل.
في البي ال سي هو مش شغال. في حاجه لازم نفهمها ودي تفرق كتير جدا معانا في الكنترول. انا كنت باخد كهرباء اللاين مثلا، اخد على المفتاح، من المفتاح اروح على اللمبه. طبيعي جدا المفتاح عباره عن سلك، قفلتها راح عمل ايه؟ وصل كهرباء للمبه. البي ال سي مش شغال كده. البي ال سي عمل ايه؟ ده البي ال سي. زي ما في كهرباء راح المفتاح، في كهرباء راح لمين؟ للبي ال سي اللي هي بنسميها كهرباء السي بي يو، هنفهم ايه هي كمان شويه. ده منظر، ده ديكور. كهرباء المفتاح كهرباء كده وكده، يعني ايه؟ هو قال لك انا عايز المفتاح يقفل عشان اعرف بس انه قفل، عشان اعرف ان الكونديشن اتحقق، الشرط بقى موجود. لكن في الحقيقه هو من جوه مش عامل كده. لا، يا اما كان يبقى كده بقى كنترول، دي معناها ان واحد بقى بيفك ويلحم من جوه. فانا غيرت حبيت المفتاح ينور اللمبه اللي بعديها، هفك والحم ثاني؟ لا. هو كل الفكره ان المفتاح داخل على البي ال سي يقول له انا قفلت، انا فتحت، انا فتحت، انا قفلت، عمال يكلمه. قفل يقول له بعت كهرباء فيفهم انه قفل. فتح ما بعتش كهرباء فيفهم انه فتح. حسب البرنامج اللي انا عامله، لو انا عامل برنامج بيقول له يوم ما يكون المفتاح مفتوح نور اللمبه، هيعمله. عارف ليه؟ لان السي بي يو كده كده عندها الكهرباء بتاعتها، فهي عندها برنامج بيقول لها لما المفتاح يفتح روح انت اعمل ايه؟ طلع كهرباء. لما المفتاح يقفل خلف خلاف رخمي، ما تبعديش كهرباء. عشان كده ما تستغربش لما نعمل برنامج يبقى المفتاح مقفول واللمبه مش منوره، او المفتاح مفتوح واللمبه منوره، هتقول لي جاب كهرباء منين؟ هو مش ده اللي بيبعت كهرباء. ده كل الفكره ان هو عايز يفهمه. اصل البي ال سي لو كان شغال بالنيه كان فهم المفتاح مفتوح ولا مقفول، بس هو مش شغال بالطريقه دي. فهو عايز بس الكهرباء تقول له المفتاح فتح او قفل. اوكي، لكن الفكره كلها في كهرباء دي. كهرباء الانبوت لو مش موجوده بالكتير قوي هيفهم ان المفتاح ايه؟ مفتوح، صح؟ لكن كهرباء السي بي يو لو مش موجوده يبقى تعيش انت في البي ال سي، يعني احنا عزه فيه، مفيش، يبقى مطفي. عشان كده لو قمنا فصلنا كهرباء الانبوت مش فارقه، هو هيفهم ان المفتاح ايه؟ مش هيقول لك انه بايظ، ده هيقول لك على فكره المفاتيح كلها سليمه بس ايه؟ مفتوحه. لو نسيت توصلها هيقول لك انها موجوده بس ايه؟ مفتوحه. هو مش فاهم، هو ما بيفهمش انها متوصله ولا لا، هو يفهم ان في كهرباء او ما فيش. لكن الرك كله على كهرباء ايه؟ السي بي يو. هي دي اللي هتفهم كل الحاجات دي، اللي هتمخمخ. من اول ما وصل كهرباء السي بي يو هو يبتدي يتكلم معاك، يقول لك انا رن، انا ستوب، انا عندي مشاكل، انا ما عنديش مشاكل، الميموري فيها كذا. اوكي، حتى لو مش حاطط انبوت خالص. يعني لو افترضنا ان صاحب المصنع عايز يوفر المفاتيح عشان بخيل وهيقضيها كلها بالميموري، ينفع. اهم حاجه يكون في كهرباء ايه؟ سي بي يو. وبعد كده بدل المفاتيح يؤدي بقى هو يبعت اشاره على الميموري، او يجيب سلكه ويقعد يلمس بقى مع كل مفتاح وخلاص. اوكي، فمبدا ده مهم جدا عشان ما تتخضش. هنعمل حاجات ما بيكونش فيه كهرباء وتلاقي طبعا العمليه عاد هي في كهرباء بس جايه عن طريق السي بي يو دي دايركت. الفكره كلها في ده، ده الكونديشن بتاعي. انا قلت له لما يقفل شغل، او لما يفصل، لما يقفل افصل. فالفكره كلها دوت بيقول له، بيكلمه بس يقول له قفلت او فتحت، وعلى اساس البرنامج ده هيتصرف. فاهم؟ ككونفجريشن بقى توتال كله على بعضه، هي حتى كلمه كونفجريشن كتير قوي على الاس 700 خساره فيها. اقول لك ليه يعني. هي الكونفجريشن مقصود بيها ايه؟ يوم ما باجي اشتري مثلا كمبيوتر انا اللي مجمعه على ايديا، اشتريت ماذر بورد بمواصفات معينه، بروسيسور بمواصفات معينه، رامات، سي دي روم، وكارت شاشه، باخد معايا ايه؟ سيديهات تعريف. لازم. ليه؟ لان انت اشتريت ماذر بورد ما كانتش فاهمه ان هي خارجه من المصنع هتشتغل مع 4 جيجا رامات، يمكن تشتغل معاها حاجه ثانيه. مش خارجه من المصنع وهي عارفه انها هتشتغل مع كارت فيجا 512. بس انت بتعمل ايه؟ بتعرف لها كل حاجه، صح؟ لكن لو رحت اشتريت من جهاز جاي من بره كومباتيبل كله مع بعض، طلع من شركه ديل او طلع من شركه فوجي، هو طلع كده شهادة سداد التعريف مالهاش اي لازمه، لان هو اوريدي طالع من المصنع معروف ان السي دي روم ماركه ديل والهارد ماركه ديل والماذر بورد